دلوقتي انتوا مخزونكم من الزيوت قد ايه، او مخزونكم من المواد الخام لانتاج الزيوت قد ايه؟ هل لدينا مخزون كافي ولا احنا دخلنا في مرحله صعبه شويه؟ لا 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 يا فندم، لا لا لا، انا احب اطمن حضرتك واطمن الساده المشاهدين ان السياسه العامه للدوله وسياسه القطاع الخاص وسياسه وزير التموين ان بدا عندنا مخازن لوجستيه متواجده في المواني، سواء ميناء دمياط للزيوت الخفيفه او ميناء الادبيه للزيوت الثقيله اللي هي زيت النخيل والاولين والاسترين والحاجات دي كلها، في كميه زيوت تكفينا ما بعد العيد الكبير باذن الله الامور الى حد كبير مستقره. لا ثواني بس، ما بعد العيد الكبير؟ العيد الكبير ده كمان شهر، فانت بتقول يعني ان احنا عندنا ما يكفي شهر فقط؟ لا اكتر من شهرين. شهرين؟ اكتر من شهرين، لان في بس حاجات احنا الطبيعي بيتم تفريغها حاليا في المواني وفي مراكب جايه في البحر، ولكن احنا بيصادفنا مشكله. خلينا نقول اللي لنا واللي علينا. المشكله اللي احنا بتصادف الشركات تكرير الزيوت في مصر هي عدم تدبير البنوك للعمله الاجنبيه، وده بيسبب ان تواجد كميات الزيوت في المواني وعدم الافراج عنها بصوره سريعه، وفي بطء في عمليات الافراج وعمليات التكرير. عندكم قد ايه مواد خام في المواني يا استاذ بسيوني؟ جميع شركات الزيوت، لا هي الكميات مش قدامي، ولكن احنا بنتكلم على النسب الشهريه اللي بيحتاجها مصانع الزيوت، لان عدد مصانع الزيوت في القطاع الخاص عدد كبير مش بسيط، يكفينا اكتر من شهرين ونص باذن الله. ده النقطه الثانيه اللي في المواني والمصانع الى حد ما شغاله. طيب حضرتك هتساليني سؤال، اذا كان البنوك ما بتدبرش العمله الا بطريقه بطيئه جدا، انتوا بتشتغلوا ازاي؟ هقول لحضرتك، بعض الشركات لجأت للموردين في الخارج بداوا يدوهم نوع من الكريدت لفتره، لكن الخوف، كل الخوف يا استاذ لميس، ان اثناء لو انا خدت كريدت 20 مليون 30 مليون 40 مليون على السعر الحالي اللي انا برتبط بيه